الإحصائيات الأخيرة بتقول إنه أكتر ناس بتقدر تبقى بتشتغل بشكل يكسبها فلوس هما الناس اللي شغالة في الديجيتال فيلد، وبالأخص بتوع الجرافيك وبتوع المونتاج والفيديو أديتينج والموشن جرافيكس. دي معلومة هنتأكد منها وإحنا بندردش مع بعض، بس بودكاست النهاردة هو بودكاست مميز جدا 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 من الجوكاست، لأنه البودكاست النهاردة هو فيه أخو الشخص اللي بيعمل جوكاست. النهاردة البودكاست مع أخويا أرساني عزت، اللي للصدفة البحتة هو واحد يعني عايز أقولها بكل فخر، وعايز أقولها while I'm honored وأنا متشرف، إن هو واحد من أشطر الموشن جرافيكس والموشن جرافيك أرتست الموجودين في البلد، وده بناء على وجوده في أماكنه اللي هو موجود فيها دلوقتي. أرساني عزت هو موشن جرافيك ديزاينر اند ارتست في موفور، واحده من اكبر الايجنسيز اللي في المينا ريجون مش بس في مصر، ودي يعني حاجه من الحاجات اللي شجعتني ان هو يكون موجود. ما هو انا اوريدي كنت عامل قبل كده سيزون، يعني لو كنت فعلا فعلا عايز اجيبه علشان هو اخويا كان بقى موجود في سيزون 1، وكنت ايه حطيت كده وشه كده في كل البودكاستات وطلعته معايا وعصرت منه كونتنت. بس دلوقتي احنا بنتكلم من ارض صلبه من كمية الكلاينتس اللي هو اشتغل معاهم. الراجل ده اشتغل مع كلاينتس كتيرة جدا، منهم سبرايت، اشتغل مع بيبسي، اشتغل مع برايت سايد في لندن، اشتغل مع كلاينتس كتيرة جدا موجودين على الوسط العربي والمصري. اشتغل مع بيبسي، اشتغل مع سبرايت، اشتغل مع ميريندا، اشتغل مع كوب 27 وزارة البيئة، اشتغل مع كرياتيف اندستري سامت، اشتغل مع كل البلاتفورمز بتاعت موفور، كايرو زوم، كايرو سين، كايرو جاز، اشتغل مع تلت تربع الايجنسيز اللي موجودة والكوربريتس اللي موجودة يعني في البلد. فدي حاجة من الحاجات اللي كانت تؤهله ان هو يبقى قاعد ويدردش معانا، انه يبدا ينصحنا وينصح كل الموشن جرافيك ارتستس والناس اللي عايزه تخش في مجال الموشن جرافيكس والناس اللي عايزه تخش في مجال الميديا برودكشن كفيديو اديتنج، ويقعد يفصص معانا. مش لانه اخويا بس، انا بتشرف انه هو اخويا، ومبسوط انه هو يعني معايا النهارده وقبل دعوتي رغم انه هو بيتقل علينا بقاله حبه. بس خلونا ندردش النهارده معايا عن لو انا شخص داخل المجال بتاع الموشن جرافيكس او عايز اخش المجال دوت اعمل ايه. خلوني الاول امسي عليه وارحب بيه. ارساني حبيبي منور الدنيا. بعد اللي انت قلت مفيش كلام. لا لسه، احنا لسه الكلام بيبدا، لسه بيبدا. خليني اسالك الاول، انت كانت الحاجه اللي زقتك انك انت تخش في مجال الموشن جرافيكس والفيديو اديتنج كان ايه؟ خصوصا انه اللي الناس ما تعرفوش ان انت كنت مهندس معماري وانت يشفتد يعني الكارير، فايه الحاجه اللي زقتك ان انت تخش تبقى في مجال الموشن جرافيكس والفيديو اديتنج؟ انا كنت مهندس معماري دفعه 2017، بعد ما اتخرجت اشتغلت في مجال المعمار 3 سنين جنب المجال دوت. انا كنت بشتغل معاك انت شخصيا، حصل صح، في يعني از فيديو اديتور، كنت بتعلم بقى في الموضوع دوت من البدايه خالص 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 فروم سكراتشنج بجد، يعني ما كانش فيه اي حاجه انا اعرفها عن الفيلد دوت. فبدات الفيلد ده في ان انا ابتدي اشتغل على ان انا اكتس شويه فوتج بسيطه، بان انا اعمل شويه كاتس بس واطلع اوتبوتس بسيطه جدا جدا، تبقى يعني شويه ديليفرز بسيطه خالص بيبقى محتاجها المونتاج البسيط منه بالظبط، اقل ما يكون من المونتاج، وكاني بستعرض افلام مصريه قديمه. كات بالظبط، كات وكات 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 وكات، خلاص انا عملت ستوري بورد. فاللي حصل بعد كده ان انا حبيت المجال دوت. لما بدات فيه كان الموضوع از بيجينر جدا جدا جدا، بدات احب الموضوع اكتر، لقيت ان في فرصه الموشن كامب معموله في يعني في اسكندريه، ايهاب وراشد بالمسا بالظبط، ايهاب طبعا طبعا يس. طبعا دول الناس علموني وعلموني جدا جدا في الموضوع، وادوني اهم تيب انا اقدر اقولها لكل الناس، هي البيزكس بتاعت الموشن، ودي مش اي حد يقدر يعمل دوت، لان الموشن بطبيعته هو تحريك، فيلا نحرك. فلا، هو الموضوع مش كده خالص خالص خالص، ده بقى هنتكلم فيه قدام شويه في الكاست. يعني اهم حاجه هو ان انا بدات في الكورس دوت، وبعد ما خلصت الكورس ده كان راوند 48 تقريبا، بعد ما خلصت الكورس دوت
برضو كان عندي انترنشيب في دي اب كونسبت. حصل تعيين في دي اب كونسبت، قعدت سنه ونص تقريبا. بعد الانترنشيب اتعينت؟ بالظبط اه، حصل okay. تعيين بعد الانترن على طول، وبعد كده قعدت سنه ونص تقريبا، رحت على ناتام تك قعدت فيها برضو مش فاكر كان المده قد ايه. بعد كده حسيت ان انا حلو قوي على اسكندريه كده، جميل يلا نشوف اللي بعده. فحسيت ان انا محتاج ان انا ابجريد نفسي في شويه حاجات، قعدت فتره اتعلم فيها في البيت مع نفسي شويه الاول، بعد كده قلت لا حلو قوي كده محتاج انزل تاني. فالفتره دي كنت بفريلانس و كنت بفريلانس وفي نفس الوقت بسيلف ليرن نفسي في حاجات كده مع نفسي، واحاول اطور من نفسي على قد ما اقدر في الموشن. بالتتابع طبعا وان باراليل في الموضوع ان انا كنت شغال موشن جرافيكس مع الايديتنج، وده ما كانش بطبيعه حال اي واحد بيحرك، لا هو المحرك كان بيشتغل اكتر على ان هو موشن جرافيكس. لا انا مسكت الاثنين معايا، انيميتور يعني اكتر منه بالظبط، مونتير بالظبط. انا طورت نفسي في الاثنين، ما وقفتش نفسي عند حاجه واحده بس، طورت نفسي في الاثنين. فلقيت ان في هايرنج في شركه ام او 4 في القاهره، وانا اسكندراني، وبطبيعه الاسكندرانيين مش بسهوله قوي ان هم يطلعوا. لا انا قلت لا مفيش مشكله هجرب. ده اللي ساعدني على ده طبعا كانت مراتي واخويا طبعا اللي هو حضرتك يعني. وفعلا انا روحت هناك وما كنتش متصور ان انا هشتغل في الشركة دي، مش علشان هي شركة كبيرة عن مستوى شغلي، ولكن علشان هي الشركة دي اللي انا عارفه عنها انها كل الشغل اللي احنا هنشتغله هناك مستوى مختلف خالص عن مستوى الشغل في اسكندرية. فانا بالنسبة لي كنت خايف جدا في البداية ان انا اشتغل في كيان كبير زي ده. الكيان ده ممكن يطلع في اليوم فيجوالز يعني بمثابة الشخص الواحد اللي هيشتغل هناك هو اكتر من 5 أو 7 أشخاص شغالين بنفس كفاءة شخص واحد في الوقت وفي الكفاءة وفي كل حاجة. قصدك ايه بانه شخص واحد بيأدي بكفاءة 5 أو 6 أشخاص؟ يعني انت قصدك انه واحد كأنه تفك بسبعة بالزبط. هو يقدر انه يعمل شغل السبعة مع بعض؟ ده بالزبط. اللي بتحتاجه موفور بالظبط. هي الكيان دوت انا كان بالنسبة لي اول حاجة اتعلمتها فيه هي الوقت. أوكي. ازاي ان انا اطلع اوتبوت في وقت انا ما كنتش يعني انا كنت بشتغل فعلا بايدي ورجلي في الاول. انا كنت بشتغل في ايدي ورجلي. انا للاسف لما روحت كان في شهر 5 وكنا داخلين على الجي اف اف وداخلين على الكوب 27 جونا فيلم فيستيفال وال بالظبط بالظبط البيئه والتضامن وطبعا بالتزامن ارت ايجيبت وحاجات وديور وحاجات كده كلها كانت بالنسبه لي اللي هي الديلي بروجكتس بالظبط. يس ايفنتس كبيره جدا وضخمه جدا، وانا ما كنتش على الوعي الكافي بان انا هقدر استقبل بروجكت كبير زي ده وانا اكون طلعت من مستوى ليفل معين هنا في اسكندريه لحاجه كبيره قوي في القاهره. فده كان بالنسبه لي كانت صدمه، وفي نفس الوقت هي دي اللي طلعت مني الشرس اللي جوايا في الـ في الـ في الموشن فعلا. قدرت اثبت نفسي في وقت قليل في ام او 4. قدرت ان انا اطور من مهاراتي في الموشن جرافيكس بلس الفيديو اديتنج ان انا سينيور موشن جرافيكس وشغال هناك از سينيور موشن جرافيكس. يس. واللي انا او اللي الناس ما تعرفهوش او ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاه هو ان انا وشخص واحد تاني بس اللي شايلين شغل الفي اف اكس في ام او 4. واو. احنا الاثنين بس، ما فيش حد غيرنا تاني شايل شغل الفي اف اكس في ام او 4، والشخص التاني هو بيشتغل في اف اكس بس، لكن انا بشتغل في اف اكس بلس ان انا بشتغل فيديو اديتنج كمان معاك. اوكي. علشان برضو ما يبقاش الكلام بتاعنا بس طالع على ان احنا بنتكلم على نفسنا، خليني اخد من كلامك حاجه انت قايلها هي حلوه جدا، انه انت لما ضغطت في فتره الكوب وفي فتره الجي اف اف انت اكتشفت ان انت جواك فيديو اديتور ومونتير وموشن جرافيكس شرس جدا بيقدر يعمل اكتر واكتر واكتر لما تضغط. يعني معنى كده انه هو الضغط مهم في المجال بتاع الموشن جرافيكس والفيديو اديتنج، بتحس كده؟ طبعا الضغط مهم. طالما انت موظف في شركة فده مهم جدا انك تكون قادر تشتغل تحت ضغط. اوكي. ان انت تكون يعني هي الديبندس، لو انت في شغال از فريلانسر فانت بيبقى الوقت بيكون فيه مرونة شوية، الكلاينت بيكون متفهم ده توتالي. انما انت لما بتكون موظف في شركة انت بيطلب منك يوميا تاسكات وبعدد
تاسكات معين انت لازم هتكون بتخلصه ولازم هتدليفر دوت اخر اليوم باوتبوتس بشكل معين ريليتد بالكيان اللي انت موجود فيه بالمستوى الشغل اللي انت موجود فيه. فمش بقلل من قيمة الفريلانسرز خالص, انا ستيل فريلانسر وكل حاجة, بس ان انت مع انك فول تايم جوبر يعني. بالظبط بالظبط, انا فول تايم جوب وفريلانسر في نفس الوقت, فريلانس حاجة. بالظبط بالظبط, وده بالنسبة لي هو ده اللي المفروض ان انا شايفه يكون صح. مش بس اكون فريلانسر واعتمد على الفريلانسنج بشكل توتالي, ولكن المفروض ان انا اكون اوريدي عندي البيز بتاعي اللي اكون ماشي بيه, وفي نفس الوقت لما يكون في شغل فريلانسنج اشتغل فريلانسنج. هو انا ممكن استخدم كاميرا الموبايل عشان اعمل بيها فيديوهات احترافية؟ الاجابة طبعا ينفع. التصوير هو ايه اللي هنا مش اللي هنا. انت ممكن يكون معاك اغلى كاميرا لكن مش مبسوط بنتيجة الفيديوهات. بيحصل صح؟ انت مش محتاج اغلى كاميرا, انت محتاج حد يساعدك ويعلمك بالموبايل اللي موجود معاك دلوقتي, وده اللي بقدمه لك في الدبلومة دي. الفيديو جامد مش بس انك تدوس ريكورد, الفيديو تحضير, تكوينات, قواعد اضاءة, مونتاج بابليكيشن سهل, لغاية ازاي تعمل له اعلان ممول ناجح باقل فلوس يوصل لاكبر عدد, وكل ده بالموبايل سواء ايفون او اندرويد. نفسك تعمل فيديو جامد؟ الدبلومة دي ليك. انت عارف انك انت برضو يعني بتحسسني بانك انت شويه عكس التيار, لانه معظم التيار اللي بيتحرك هو الناس بتقول لك خليك فريلانسر, اكسب فلوس اكتر, خلي فلوس قرشك ليك, خليك مدير نفسك, اعمل مش عارف ايه, خليك مدير نفسك, خلي اكسب فلوسك, اعمل مش عارف ايه. انت بحس ان انت بتكون عكس التيار شويه, لانك انت عندك القدره انك انت تعتمد على الشركات اللي انت بتشتغل معاهم ان هي بتجيب لك الكلاينتس الكبار, فاكتشلي هم بيعملوا لك سيلز. اي نعم الحته الفاينانشال طبعا بتتاثر, بس اون ذا اذر سايد انت قدرت ان انت تشتغل مع اكبر البراندات اللي موجوده في المنا ريجن اللي لم يكن في العالم بسبب وجودك في جزء او كجزء كترس من تروس ايجنسي كبيره زي ام او 4. هو الـ اي حد هيفكر في الموضوع هيشوف ان الفريلانسر هو الشخص اللي المفروض بدا حياته از فريلانسر, ما بدأش حياته في ان هو يكون في الماركت. yes. ما نزلش الماركت. yes. فهو لما هينزل الماركت بعد ما هو هيكون اشتغل فريلانسنج لمدة زمنية, ولنفترض مثلا هنقول سنة. فلما هينزل في الماركت هو يعني مش معروف, هو شخص مش معروف خالص, شخص ملوش هوية. الماركت مش بس بيحتاج شخص عنده كواليفيكيشنز عالية, مش بيحتاج شخص مهارته في الشغل عالية, هو بيحتاج شخص سوشيبل, بيحتاج شخص يكون عنده مهارات كتير غير المهارات التقنية في الشغل. الله حلوة. بيحتاج مهارات تانية كتير, انا عارف انها حلوة. بيحتاج مهارات تانية مختلفة عن مهارة ان هو يكون شخص شاطر جدا في الحتة دي. ديسيبلين, محتاج يكون عنده ديسيبلين. بالظبط. فعلشان كده انا فكرت في الموضوع ده اكتر من مرة, ان انا ما كنش ليه مدير نفسي, ما كنش ليه طبعا ليه التزامات في حياتي از ان انا متجوز ومخلف وكل حاجة, ولكن برضو انا بشوف ان ده جنب ده. بس الاساس هو ان انا اكون ليه وجود في كيان ده انا بنتمي ليه وكل شيء, بس برضو انا ليه شغلي الخاص بيا. لما بخلص شغلي عادي بشتغل شغل الفريلانسنج بتاعي, وان انا خلاص وصلت للليفل قادر اكوب ما بين ده وده, فايتس اوكي واي نوت. اوكي. بس فانا شايف ان الشخص اللي بيكون موظف في شركه وانه يكون متقدر في الشركه دي وقاعد في الشركه دي وهو عارف ان هو متقدر فاينانشلي وايز بوزيشن وايز كل حاجه, هو تمام مفيش مشكله. تحفه تحفه تحفه. تعال ناخدك بقى لجزء اسئله تقنيه علشان تفيد الناس اللي عايزه تبدا تخش بقى المجال. يا ارساني, ايه هي البرامج اللي انا محتاجة اتعلمها علشان ابدا اخش مجال المونتاج والموشن جرافيكس؟ هو مبدئيا ان انا اشتغل از فيديو اديتر, فانا هحتاج ان انا اتعلم طبعا بريمير برو, ده من عيله الادوبي او عيله الادوبي بصفه عامه يعني, بس انا هكون متخصص قوي في البريمير برو لان هو ده اللي بيعلمني وبيميزني وبيديني التولز المناسبه ليا از ان انا اطلع فاينل اوتبوت يكون شكله كويس, يطلع بشكل ان هو معمول له مونتاج بشكل كويس. بريمير برو, طب ايه تاني غير بريمير برو؟ بريمير برو للناس اللي هتبقى شغاله على ويندوز, والناس اللي هتبقى بتشتغل على الماك هتبقى ليها الفاينل كات. اوكي. لو انا بقى هشتغل از موشن جرافيكس
هحتاج ان انا اتعلم كويس جدا الافتر افكتس لان هو ده اللي هيبقى بيفتح لي المجال بتاع الموشن جرافيكس از تايبوجرافي وفيديوجرافي. كل حاجه هو موجوده في البرنامج دوت هو اللي هيقدر يديني الاكسسبيليتي ان انا ابقى بشتغل على نفسي في حته التحريك بشكل عام. طبعا لا غنى عن ان احنا لو هنبقى بنحرك فاحنا ممكن نكون لو احنا فريلانسرز ممكن نكون ديزاينرز فاحنا لازم نتعلم فوتوشوب لازم نتعلم الستريشن الستريشن شويه هيبقى ريليتد بفكره الشيبس اكتر مع تكوين الشخصيات لو عايز اكون شخصيه او بعمل كده فهنروح ناحيه الكاركتر انيميشن شويه بالظبط ادوبي الستريتور والفوتوشوب مهم طبعا لينا جدا لو احنا بنشتغل في ايجنسي او بنشتغل في كيان فهو بيبقى برضو بيدليفرت از فايل بي اس دي فايل فوتوشوب فباخده ببتدي اشوف هو اللي جواه ايه فانا لازم اكون فاهم التولز او على الاقل البيزك تولز اللي موجوده في الفوتوشوب علشان اقدر اتعامل بيها از موشن جرافيك ديزاينر. اوكي بحتاج طبعا ان انا اشتغل على الادوبي اوديشن ده في حاله ان انا بحب اسمع بحب اشتغل على التراكس بشكل معين بحب احط تريندي تراكس على الفيديوهات بتاعتي بحب احط اس اف اكس بشكل معين في فيديوهات الموشن جرافيكس اللي بطلعها بتاعتي. انا معدي عربيه دلوقتي قدامي ما ينفعش اعدي العربيه واخلي الصوت بتاع المزيكا بس هو اللي باين وانا ليه وانا مش بعدي عربيه كده ما ينفعش اعمل لازم اطلع صوت مع العربيه يبين ان انا فعلا ده دي عربيه حقيقيه دي مش حاجه معديه حتى لو هي كرتونك ما ينفعش ان انا ابقى بعدي اي اوبجكت على فيجوالي يكون بالشكل ده ملهوش اس اف اكس. اوكي اذا هو صامت بالنسبه لي انا ما حسيتش هي انت بتشتغل قصدك هنا يعني او بتخلي الشخص اللي بيسمع كانه عايش جوه الفيديو اللي انت عامله بالظبط هو هو كده بجد هو حاله هي ستوري تيلينج انا بحكيها لشخص فانا لما هحكيها لك المفروض ان حضرتك هتبقى بتستقبلها مني مش مفروض ان انا وانا بحكي لك حضرتك تبقى حاطط قطن في ودانك فما ينفعش ان انا ابقى بحكي لك حاجه وحضرتك مش سامعني انت بتستخدم كمان عنصر الصوت بالظبط عنصر الصوت مهم جدا ولو هو ما كانش مهم ما كانش هيبقى فيه قدامنا دلوقتي اوبشنز كتيره للترند ميوزكس بتاخد الفيديو تفايرل بسرعه جدا يعني يس تحفه دي مجموعه البرامج اللي انت بتنصح يعني بيها الناس ان هي تبدا تتحرك بالظبط دي اولا دي الفور 2 دي انيميشن للموشن جرافيكس 2 دي ده محدد حلو جدا فور 2 دي اند فيك 3 دي يعني هي 2 دي وفيك 3 دي اوكي بس مش 3 دي اوكي طب ما تخليني اسالك على عارف انت في ترندات كده على التيك توك بتقول لك ايه يوم طبيعي في مش عارف ايه طب ما تخليني كده اسالك على يوم طبيعي في شغل ارساني عزت في الموشن جرافيكس لما حد بيفكر ان هو عايز يعمل مشروع الفكره بتبدا منين والتنفيذ بيحصل ازاي الورك فلو بيحصل ازاي احكي لي It depends برضو as a freelancer ولا ان انا as a full time job قلنا لا قلنا يعني مرة وانت في شغلك العادي كايجنسي وانت شخص شغال في ايجنسي ايه اللي بيحصل طبيعة الموضوع بتكون ايه لو انا في المكتب يعني في الشركة انا الموضوع بالنسبة لي بيكون ان انا بديليفر ديزاين المفروض بيكون جاهز انا ما بكونش لسه عارف عنه اي حاجة خالص انا بس بيكون ليا على الشيت بتاعي او الليست بتاعتي اليوميه هو بيكون بالنسبه لي تاسك جاي لي انا لسه مش عارف هي ايه بس هي التاسك من بره مكتوبه لي بيبسيكو مثلا او ميجا او هاني ماكس او مش عارف ايه فبالنسبه لي في الاول ما بكونش عارف هو الموضوع رايح فين طبعا ببتدي افتح البريف اللي المفروض الاكاونت مانجر حطه ابتدي اقرا البريف ده كويس هو ايه البريف ده ارساني البريف هو زي ما انا بدات معاك في الكلام انا اسمي ارساني عزت اتخرجت سنه كذا وعملت كذا وبدأت في كذا ودلوقتي وصلت لكذا فأنا حابب أحكي الموضوع ده كله في فيديو ممكن حضرتك تاخده بس مني وتعملي الفيديو ده بس هو الموضوع كده فأنا بالنسبة لي هو ده كان البريف إن حد عايز يعرف نفسه براند عايز يعرف نفسه وعايز عنده برودكت معين مثلا عايز يتكلم عنه فبيجيب لي البرودكت ده في ديزاين معمول على فايل فوتوشوب أو إلستريشن وباخد بستلم الفايل ده وببتدي بقى انا وهو نتكلم مع بعض الموضوع كله ماشي في حته هبدا منين وهوصل لفين اوكي البدايه هي المذاكره
الفعلية اللي ببتدي أمسك فيها ورقة وقلم وببتدي أذاكرها وابتدي أشوف الديزاين ده أنا محتاج أعمل فيه إيه وفي الآخر إيه الكول تو أكشن بتاعي، هوصل منه لإيه. فأنا ببتدي أرسم ستوري بورد للديزاين اللي مفروض جاي لي، وعلى أساس الستوري بورد دوت ببتدي أحرك. لو هنتكلم على إن المفروض إن البروجكت ده هياخد مني ساعة شغل وأطلع منه فاينل أوتبوت، أنا باخد تقريبا نص الوقت علشان بس أرسم الفريمز بتاعتي هتكون وضعها إزاي، وعلى أساسه ببتدي في النص الساعة التانية أشتغل بقى اللي بالنسبة لي أنا اسمه دونكي وورك. هو أن أنا بحرك. طبعا التحريك ليه مرجعية، وأن أنا بشوف ريفرنس بشكل معين. طبعا هيفرق معايا في اختيار الميوزك لو الأكاونت مانجر، طبعا هو يفضل أنه هو اللي يكون بيختار الميوزك دي علشان هو يكون شايف برضو تصور معايا للي هيحصل. فببتدي أشوف الميوزك دي فيها البيتس بتاعتها شكلها عامل إزاي، هل أنا هحط الفيديو بتاعي أم بيت، هل أنا هحط أوت أوف بيت، هل أنا هتشتغل بطريقة شكلها عامل إزاي، الفيديو نفسه هيكون الستايل بتاعه شكله عامل إزاي حسب البراند جايد لاين اللي مفروض للمكان دوت اللي أنا بشتغله، مش أي تحريك وخلاص. حسب الإيه؟ البراند جايد لاين. إيه البراند جايد لاين ده؟ البراند جايد لاين هو الهوية اللي أنا المفروض بشتغل عليها علشان أبتدي أمشي في التراك بتاع البراند دوت. ما تديني مثل كده يا عم بقى. إحنا بنشتغل على براند ويمبي. ويمبي هو ليه فروع كتير في القاهرة وليه في كذا محافظة تانية يعني، بس مين اللي هو في القاهرة. ويمبي ده تقريبا من 1979 بقاله سنين يعني، والناس الكبيرة في السن تعرف ويمبي كويس جدا. ويمبي البراند جايد لاين بتاعه هو عبارة عن برجراية. البرجراية دي متقسمة ليرز. ليرز بالظبط، طبقات بالظبط. متقسمة لطبقات. حتى ده في البراند جايد لاين بتاعهم كان لما جيت اقراه في بداية تحريكي للانيميشن في الموضوع دوت يعني في البراند دوت، لما جيت اقراه التايتل بتاع او الباراجراف اللي كان موجود في المين بيبر اول واحدة في البراند جايد لاين، لقيت ان هو معتز جدا بفكرة شكل البرجر والطبقات اللي في البرجر. الطلب مني ان انا اشتغل على اللوجو انيميشن للبراند دوت. فانا خدت الموضوع بشكل بسيط جدا وليسز مور يعني، هي فعلا التحريك هو ليسز مور. التحريك الحلو. التحريك الحلو عشان بشوف ناس بتعمل انيميشن. هنتكلم عن الهبد والرزع ده قدام شويه. فطلب مني ان انا اعمل لوجو انيميشن للبراند دوت، وفكرت كتير في ان انا اشتغل ازاي على ان انا امشي حسب التراك اللي هم حاطينه. هم حطوا لي تراك، فيا اما همشي على اساسه يا اما امشي عكسه يا اما امشي في اتجاه معاكس ليه او مخالف ليه باي شكل ما، وساعتها انا مش هكون محرك قوي، انا مش هكون انيميتر شاطر. انا الاماندات هتجيلي اكتر من شغلي، هيجيلي اماندات على الشغل بتاعي اكتر من ان انا بشتغل اصلا. فقلت خليني ذكي، هتذاكي ازاي على البراند ده؟ لقيت ان البرجرية هي عبارة عن مجموعة طبقات. فانا في اللوجو انيميشن بتاعي نزلت البرجر دوت على هيئة طبقات ورا بعض، فصلت كل طبقة عن الطبقة التانية وقدرت ان انا انزل كل طبقة من الطبقات دي ورا بعض ورا بعض ورا بعض بشكل معين، وكتبت الاسم بتاعه تحتيه، اصبحت البرجرية هي اللي موجودة على اللي مرسومة كلوجو، هي اللي انا حركتها بالظبط. بس اللي اختلف في الموضوع ان انا من لا شيء عملت برجر. اوكي. فدي كانت اهم حاجه بتبين هويه البراند جايد لاين، وان ازاي اي انيميتور مهم جدا جدا ان هو يعتمد على ان هو يشوف ويقرا ويحفظ كويس جدا البراند جايد لاين لاي حاجه هو بيشتغلها للبراند. هو انا ممكن استخدم كاميرا الموبايل عشان اعمل بيها فيديوهات احترافيه؟ الاجابه طبعا ينفع. التصوير هو ايه اللي هنا مش اللي هنا؟ انت ممكن يكون معاك اغلى كاميرا لكن مش مبسوط بنتيجة الفيديوهات. بيحصل صح؟ انت مش محتاج اغلى كاميرا، انت محتاج حد يساعدك ويعلمك بالموبايل اللي موجود معاك دلوقتي، وده اللي بقدمه لك في الدبلومة دي. الفيديو جامد مش بس انك تدوس ريكورد، الفيديو تحضير، تكوينات، قواعد اضاءة، مونتاج بابليكيشن سهل، لغاية ازاي تعمل له اعلان ممول ناجح باقل فلوس يوصل لاكبر عدد، وكل ده بالموبايل سواء ايفون او اندرويد. نفسك تعمل فيديو جامد؟
الدبلومة دي ليك. انا يعني بدون قطع كلامك عني قطعته، انه الحته بتاعت البرجر نفسها انت عملت اللعبه الستاندرد، احنا ما افتكسناش. انا مش هقعد الفف لك الدنيا واعمل واجيب لك البرجرات قدام واروح مرجعها، عشان عارف ان في ناس كتير هتقول لك يا إيه انت كده عملت يعني انيميشن. هو انت لعبت زي ما انت بتقول less is more، انه كل ما كان قليل في الـ في الـ في الافتكاسات، كل ما كان ابسط، كل ما كان شكله افضل. على فكره شبه اللوكيشن اللي احنا قاعدين فيه، احنا مش عارفين ان احنا نبقى بنفرش، مش عارف راكورات، مش عارف عامله ازاي، بس علشان التركيز احنا محتاجين ويحصل على الاشخاص اللي قاعده، فواي نوت ان احنا نحطه في لوكيشن سيمبل زي كده. واي نوت ان انت تبقى بتانيميت بالطريقه اللي انت عملت له الانيميشن دي. الاهم اللي انا عايز اعرفه هو البراند نفسه انبسط بالانيميشن ده اللي اكيد هيبقى رايه اهم من رايي اللي انا قاعد بسمعك او راي يعني الناس الثانيه. بص انا بالنسبه لي مش بيتشنج يونت، يعني مش انا شخص بيقعد مع الكلاينت او كده از ان انا كاونت مانجر او بيتشنج بالظبط. فانا بالنسبه لي هو طالما ما جاليش فيه اي اماند، فانا باخد الفيدباك من الاكاونت مانجر ان هو الدنيا تمام وزي الفل. اوكي، فطبعا الدنيا تمام وزي الفل، لان انا ما افتكستش، انا ما عملتش حاجه ادي فيها مساحه للكلاينت ان هو يعدل على شغلي فيها. أوكي. بالعكس انا ارضيت الكلاينت بان انا قريت الجايد لاين بتاعه كويس قوي، عرفت ان هو دماغه، ما هو بالنسبه له دماغه هو اللي انا بشوفها في الجايد لاين دوت. يس، هو ده البراند جايد لاين فعلا اللي لازم اي شخص بيشتغل على اي حاجه يفتحه ويبص عليه. نظريه الالوان هي اللي بتحدد الشخص ده فعلا ديزاينر قبل ما يكون موشن جرافيك شاطر ولا لا. ازاي؟ less is more. انا مش هستخدم اي الوان في الـ في الـ في الديزاين بتاعي او لما باجي اشتغل وحرك اكتر من 3 الوان. انا لو اشتغلت على لون رابع فانا كده بخلي الموضوع اوت جدا. ان انت تشتغل على الوان تكون ريليتد ببعض، الوان بالكتير يكون في لونين ثلاثه في الـ في الـ في الديزاين بالنسبه لك، فانت كده عملت وارضيت العميل ارضاء تام. ليه؟ هرجع للبراند جايد لاين، انا كعميل عندي كام لون في الالوان بتاعت الجايد بتاعي؟ yes. انا ما عنديش المفروض ما يكونش عندي اكتر من 4 أو 5 الوان ببتدي العب عليهم. مش عشان كمان ما هو 4 أو 5 الوان ده لكل شغلي، مش 4 أو 5 الوان ده للفيجوالز بس او للفيديو ده، لا طبعا. انا بشتغل كونتنت، بشتغل حاجات تانية غير الفيجوالز، فمضطر ان انا ادخل فيها الوان تانية. yes. less is more برضو. بالظبط، less is more في الموضوع ده جدا جدا. طب انت قلت حاجة وخليني هنا ازنقك شوية في الجملة اللي انت كنت بتقولها، انه كل ما بتقلل كل ما ده بيكون كويس. طب انت مش حاسس ارساني ان دي بتبقى limitations شوية على جانب الكرياتيفيتي؟ الكرياتيف بيبل دايما بيحبوا يفكروا انه انا احب استخدم الوان كتير، احب اعمل فيجوالز كتير، احب ان انا ادخل لون مع لون واعمل واجرب و انت يعني بتنصحنا بان احنا في الاول بس نبقى بنتحسس طريقنا في الالوان وبعد كده نبدا يبقى عندنا جرأة، ولا انت يعني انت الموضوع الالوان ده خالص؟ لا لا، هو الكرياتيفيتي بتكون في التحريك نفسه، مش في دخول وخروج الشيء، مش في الان والاوت انيميشن. هو الكرياتيفيتي في ان انا ازاي احرك الاوبجكت ده بشكل سموث، يكون مرن، يكون بيكون سلس، مرن وعينك شايفاه ولقطاه بشكل مريحه، احسن بكتير قوي من ان انا اكون بحركه حركه جامده فشيخه جدا بس هي حركة out of mood بالنسبة للبراند أو بالنسبة للسين أو الفريم اللي أنا واقف فيه. yes. فأنا دلوقتي عندي كلمة عايز أدخلها في سين كبير قوي، والكلمة دي مساحتها في السين واخدة جزء صغير جدا as an example يعني، والكلمة دي مساحتها صغيرة قوي، بس أنا عايز أبهر عين الناس بالكلمة دي. وعايزهم يركزوا في الكلمة دي مع تركيزهم للسين الكامل، بس هي واخده مساحه صغيره قوي من الشاشه. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا ممكن افكر تفكير اللي هو انا عايز احرك، فيلا نحرك. ايه هو مبدا التحريك؟ مبدا التحريك ان انا هدخل الكلمه دي لو هي جايه لي من على الشمال مثلا، او محطوطه الديزاين اللي حاططها لي، او انا مثلا افترضت ان هي وجودها في الشمال، فعشان ابهر الناس انا هجيبها من اقصى اليمين
علشان تبان اكبر مدة على الشاشة، فتيجي من اليمين لحد ما تركز في النقطة اللي على الشمال. مع ان ده مش صح. ليه هو مش صح؟ لان مش طبيعي ان الجملة اللي جايالي على اخر الشاشة عندي من الشمال من تحت مثلا شوية، ان انا اجيبها كل المسافة دي علشان تجيلي. لو احنا افترضنا ان الفيديو ده لاندسكيب مود مثلا، الطبيعي ان هو اعمل ايه؟ الطبيعي ان انا ادخلها بشكل يكون مفاجئ بس كاتشي في عين الناس، بس من مكانها، سواء من تحت فأقرب مكان لخروجها ودخولها هو ده اللي انا ادخلها منه. مش لازم اكون بجيبها من اخر الدنيا علشان ادخلها بشكل يبهر الناس. بالعكس، الابهار في تحريك الحاجة نفسها ممكن لما تدخل تبقى بيحصل لها ويجلينج بشكل معين. انا عايزه يعني بالضبط ويجلينج اللي هو يعني بتتحرك دي، يعني دي تول في الافتر افكتس او افكت يعني في الافتر افكتس، بيحرك الحاجة بشكل سموذنس شوية، تفرق مع الباك جراوند سين اللي موجود از ان هو مثلا احنا في البحر. اوكي، فاحنا بنحرك ده از ان الكلمة طايرة على وش المية. اوكي، فواخده بوزيشننج بشكل معين كده، ويجلينج يعني اللي هو ايه، انا بتمخطر. اوكي. ده الابهار. اوكي، مش ان انا ببهر الناس في دخول الكلمه بشكل مفاجئ وبشكل يعملني لا مضطر اوقف الفيديو دلوقتي مش قادر اتفرج عليه. اوكي، طب عايز اسالك سؤال، وانا عارف انه يعني السؤال دوت ممكن يبقى بكرة الصبح فعلا السؤال ده يبقى outdated او السؤال ده خلاص ما بقاش ينفع يتسأل، بس خليني اسأله عشان نفهم. ازاي بتقدر تكون up to date مع الترندات؟ ازاي بتقدر تكون مواكب الترندات اللي حواليك؟ هل من خلال متابعتك؟ يعني المفاجأة اللي الناس ما تعرفهاش ان انت actually انت مش شخص على السوشيال ميديا قاعد ومش بتعمل فيديوهات ومش يمكن مش بتتفرج اصلا على السوشيال ميديا. يعني you sell but you don't consume، زي ما كنا كده بنقول على تجار المخدرات. هم مش لازم يكونوا بيشربوا المخدرات اللي بيبيعوها، بس مع فرق التشبيه طبعا، بس الكونسبت بتاعك انت قادر ازاي ان انت تواكب كل دوت في حين ان انت عندك الجزء بتاع الترندي ستايلز وكل الفيديوز بتاعتك ترندي جدا، مع انك انت مش بتشوف الترندات اصلا، او انا مش عارف يمكن انت بتشوفه انا معرفش، بس احكي لي. غير ان انا بذاكر كل فيديو بيجي لي كويس، يمكن ما بيكونش عندي الوقت الكافي نتيجة طبيعة شغلي في شركة كبيرة في القاهرة، يمكن من اكبر الشركات الموجودة على في القاهرة او في الميدل ايست بوجه عام يعني، بس انا بحاول على قد ما اقدر ببذل قصارى جهدي علشان انا اكون بطور من الفيديو اللي عايز اقدمه للناس. انا باخد وقت قبل ما استلم الفيديو اذاكر الفيديو كويس، او اذاكر يعني القصة بتاعت الموضوع هتمشي ازاي، وكذلك انا بشتغل على نفسي ساعة كل يوم الصبح قبل ما ببدأ شغلي. بحب اوصل للشركة، اول واحد بوصل للشركة يعني على فكرة، بحب اوصل للشركة قبل معادي بساعة. ويمكن اللي كان معلمني الموضوع ده ايوه حصل. مين ده حصل؟ انا وانت لا يعني علمنا بالزبط. بعض الموضوع ده فعلا لما كنا شغالين سوا بالظبط. اكتر وقت بنبقى productive فيه هو والدنيا كلها اول حاجة الصبح، وانت قاعد بتشغل مع الخص والخيار بتبقى انت الدنيا زي الفل معك الصبح. فالساعة الاولانية هي بحاول على قد ما اقدر اشوف الابديتس اللي موجودة. انا شخص فعلا زي ما انت بتقول مش شخص سوشيبل خالص على السوشيال ميديا بلاتفورمز خالص، دي طبعا من الويكنس بوينتس بتاعتي وبحاول اصلح من نفسي، ومراتي بتحاول تبوش معايا في الموضوع ده. شوت اوت ريفينا بالظبط، يعني الكريديتس تروح لكل واحد عشان ما نوجعش دماغنا. فبالنسبه لي زي ما بقول لك، هي اهم حاجه الساعه الاولانيه في اليوم دي، الساعه اللي بتكون الذاكره مستنقذه جدا فيها، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اذاكر في الساعه دي اي حاجه قدامي بذاكرها. انا لو فضلت اسكرول اب الفيديوز على تيك توك على انستغرام على اي بلاتفورم، انا بذاكر، انا كده بذاكر. أوكي. تحفة. انا وصل لي ده، وانت برضو بتتكلم على 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 موضوع ان تريفينا بتساعد، هي دي برضو حاجة مهمة انه يبقى عندك بارتنر او يبقى عندك شريك، سواء هو زوجتك سواء صاحبك صاحبتك اي حد، يبقى عنده شخص بيزقله دايما الترندات ويخليه يقوله بص اتفرج هنا الدنيا ماشية ازاي، هنا بيحصل ايه. بس حلو قوي انك انت بتقول انه في ساعة للسلف ديفلوبينج، انك انت بتطور نفسك او بتديفلوب نفسك. طب ما تخليني كده اسألك، ايه اكتر ويب سايت انت بتزوره او بتدخل كده عليه علشان تحب ان انت تبقى بتتفرج او تتعلم منه؟
هو بطبيعة الشغل بتاعتنا هو مؤخرا يعني هو بيهانس وفيمو هم من اكتر البلاتفورمز اللي عليها شغل انيميترز برا مصر وجوا مصر. من اقوى الانيميترز الموجودين بيستعرضوا شغلهم وبيفرضوا عضلاتهم على البلاتفورمز دي. دول اكتر اتنين بالنسبة لنا. هم انا فاكر انت مرة قلت لي على ويب سايت يعني من الحاجات اللي برضو فرقت معايا جدا ان انا بقى بتفرج عليه كان دريبل، فاكر؟ طبعا يعني ده بحب برضو ان انا اخش اتفرج على دريبل اما بعتولي عجبني فيه حاجات كتير. انا مقصر جدا في الحاجات دي بس بحاول على قد ما اقدر نتيجة الابديتس اللي بتحصل كل يوم، فانا بحاول على قد ما اقدر اكون up to date للابديتس دي. كذلك المزيكا بالنسبة لي ليها دور كبير قوي في حياتي، فعلى اساسه انا برضو بحب اسمع كتير تريند ميوزكس، فدي بتفرق معايا. وبرضو مراتي هي اللي بتدعمني في الموضوع دوت، لان هي اوريدي بتشتغل في السوشيال ميديا وبتشتغل في الفيلد دوت، فهي بتدعمني بالموضوع ده كتير. كل يوم ببعت لها كده على الواتساب بقول لك ايه ما تبعتي لي بقى تريند ميوزك، هو فين المزيكا بتاعت النهارده اللي هو بحبك على الصبح، فاهم؟ يعني هي ما تبعتي لي بقى ما تبعتي لي بقى اي حاجه كده، مفيش حاجه علينا النهارده اوكي غير يعني الرز والباميه والمشاوي، مفيش حاجه النهارده. بس ف يعني انت شخص بتفجول الدنيا بعد ما بتسمعها، يعني شخص بتتصور وتتخيل الصوره بعد ما بيكون تراك الصوت داخل جوه دماغك وقادر تتخيل منه. يعني مش شرط ان يكون الانيميتر الشاطر هو اللي بيشتغل بالاتيتيود ده او بيشتغل بالستاندردز دي، بس انا بالنسبة لي يعني انا بالنسبة لي الصوت هو اللي بيوجهني، هو اللي بياخدني في الفيديو بتاعي، وبتأثر جدا بالصوت في الحاجات دي. أوكي. انا لسه كنا شغالين على بروجكت انا وصديقي اللي موجود معايا في الشركة من فترة قريبة. هو خلص الفيديو قال لي بقولك ايه، خد كده حط لنا مزيكا حلوة وحط لنا اس اف اكس حلو. فده نابع من ايه؟ ده نابع من ان هو كلهم هم عندهم الحته دي، ان ارساني هو الشخص اللي هيقدر يحط الاس اف اكس المظبوط في الحته المظبوطه، وكذلك يحط المزيكا في الحته المظبوطه. ايه الفيديو ده المميز اللي فيك؟ انت بقيت عارف ايه الحته يعني المميزه اللي فيك وبتشتغل عليها وبتطورها. بالظبط، انه مش بس انت الشخص اللي بيمنتج او بيأدت، لا دي الناس بقت عارف عايز تهده هاتو جده. بالظبط، انا بالنسبة لي ده مهم جدا. هو الموضوع كان باختصار، الفيديو كان لسين نويز وكان اشتراك مع سين نويز وساند بوكس، وكنا بنشتغل على ان في كاركتر هيخش بشكل ما في السين. يس. كاركتر ده لابس هاند فري. يس. هاند فري دي كان بيسمع فيها حاجة. فطبيعي ان دخوله وهو بيسمع الحاجة دي غير لما هيخلعها من ودنه. صح. انا كمشاهد هشوف ايه؟ هشوف وهسمع ان الشخص ده كان بيسمع حاجة، فطبيعي ان انا عملت فيد للصوت خالص، كأن الصوت شغال في ودن الشخص اللي بيتكلم دوت او اللي بيسمع اسف دوت. عالي بدأ واطي كده. بدأ واطي. أوكي. في ان هو سمعه، ان انا مشاهد فسامع اللي قدامي من بعيد خالص كأنه سمع حاجة في ودانه ومش عارف اترجمها هي ايه، وبعد كده الصوت ابتدى يطلع. بالظبط، فهو الموضوع كان كده. بلس ان انا اصلا فويس اوفر ارتست، فانا بالنسبه لي بحب قوي الصوت، بحب ان انا اندمج في الاصوات. مش حد بروفيشنال خالص في ان انا، او مش شخص فريلانسر قوي قوي يعني في الموضوع بتاع الفويس اوفر، بس ان شاء الله بعد الجوكاست هبقى في حته تانية اكيد. يعني ممكن اطلع مثلا اقول من السبت الى الاربعاء تابعونا. ايه ده لا ولا تاني ولا تاني؟ لا تاني. من السبت الى الاربعاء في منتصف الليل تابعونا. لا معلش، ممكن طب تقول لي حاجه ليها علاقه بالجوكاست؟ ممكن نسيب الانيميشن خالص ونبتدي نروح في الحته دي، فهتاخدني معاك في سكه ضلمه حته كده. بس على الجوكاست اللي هو ايه يعني، تابعوا الجوكاست يعني مش عارف قول انت. اديني جمله وانا هقولها. جوكاست هو بودكاست متخصص في المجال الرقمي. جوكاست هو بودكاست متخصص في المجال الرقمي. تحفه. طيب عايز اسالك سؤال. ايه هي التيبس، ايه هي التيبس او التريكس اللي ممكن تشارك بيها حد داخل الفتره اللي جايه في مجال الموشن جرافيكس والفيديو اديتنج وعايز يبدا يكسب منه فلوس، تشاركه بنصايح تقول له ايه؟ هو انا ممكن استخدم كاميرا الموبايل عشان اعمل بيها فيديوهات احترافيه؟ الاجابه طبعا ينفع. التصوير هو ايه اللي هنا مش اللي هنا. انت ممكن يكون معاك اغلى كاميرا لكن مش مبسوط بنتيجه الفيديوهات. بيحصل صح. انت مش محتاج اغلى كاميرا، انت محتاج حد يساعدك ويعلمك بالموبايل اللي موجود معاك دلوقتي، وده اللي بقدمه لك في الدبلومة دي. الفيديو جامد مش بس انك تدوس ريكورد، الفيديو تحضير، تكوينات، قواعد اضاءة، مونتاج بابليكيشن سهل، لغاية ازاي تعمل له اعلان ممول ناجح باقل فلوس يوصل لاكبر عدد، وكل ده بالموبايل سواء ايفون او اندرويد. نفسك تعمل فيديو جامد؟ الدبلومة دي ليك.
هو مبدئيا عن طريق الهيستوري بتاعتي انا حابب ان هو يبتدي از ان هو يكون فول جوب تايتل في اي شركة، ما يكونش شخص فريلانسنج، ما يبتديش في الفريلانسنج على طول مرة واحدة. هيكون بورتفوليو اسرع، هيكون بورتفوليو لبراندات اكتر بشكل اسرع بكتير من ان هو كونه يكون فريلانسر، فده هيديله ابيليتي ان هو يكون فريلانسر بشكل اسرع مش العكس. فانا اكون بشتغل في الماركت هيسهل ان انا اكون بشتغل فريلانسر اكتر. ده على الجانب ان انا في شغلي عايز اكون ايه. طيب انا لو عايز tips and tricks جوه جوه التكنيكال فيلد بقى في الانيميشن وفي الحاجات دي كلها، كتير مننا بيعتمدوا على، او لما سنهم بيكبر شوية في المجال يعني بيعتمدوا على البلوجينز. yes. ازاي اكون بتحكم في البلوجين بشكل يكون يبين ان انا الشغل ده انا عامله بدون بلوجينز. فانا لازم اكون فاهم الاول انا بعمل دي ازاي بدون البلوجين علشان اقدر لما اشتغل البلوجين اشتغله بشكل يكون واضح ان ده شغلي. مش شغل انا بفتكسه، مش تمبلتس انا بنزلها وخلاص. مش كل حاجة في الدنيا تمبلتس. مفيش انيميتر شاطر بيعتمد على التمبلتس فقط. التمبلتس هو شيء جاهز جاي لي جاهز، انا بطوعه طبعا وكل حاجة، بس مش بالقدر اللي انا بكون شغال الشغل ده بايدي. طبعا الشغل اللي بايدي هياخد مني وقت اطول، بس قدام شوية هو هياخد وقت اقصر. أوكي. مش وقت اطول. البلوجينز هي ايه؟ البلوجينز هي الحاجة اللي انا بقدر ادونلودت فري من على اي ويب سايت. هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن مجموعة خيارات لحاجة معينة جوه الانيميشن بتديني ability ان هي تساعدني على تطور التحريك بتاعي. يعني انا مثلا بحرك تكست معين بشكل معين، انا اريد حركته الحركة بتاعته خلاص. بس البلاجن ده هو بيفيدني في ان هو بيحرك التكست دوت، او انا بعد ما حركت التكست ده هو بيديله مثلا جزء من البلورنس، جزء من ان هو بيديله مثلا بيديله مثلا جزء ان هو بيعمله بلوري مثلا، بيخلي التكست داخل بشكل بلورينج جدا. داخل بشكل في افكت مهزوز شوية. داخل بشكل مختلف، يعني مش شكل معتاد او ان انا يدوب بس محركه خلاص. فده طبعا بيزود من قيمة الـ 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 الشغل نفسه. فاذا انا بحتاجه كل حاجة بس بدونه اقدر اشتغل. ده البلاجن. ويمكن من اشهر البلاجنز اللي بقت مشهورة دلوقتي او بقت تريندي اكتر هو بلاجن مثلا اسمه ليمبر. ليمبر ده ريليتد بالكاركتر انيميشن، هو اوريدي بيحرك الكاركتر كله. تيدوب بس بتحرك تحريك بسيطة جدا، او بتحط الفوكال بوينتس بتاعتك على الجوينتس بتاعت الجسم، وعلى اساسه هو بيحرك الشخص لوحده. يعني بالعربي انا ببدا اختار نقط المفاصل، اقول نقط المفاصل بالظبط، هو ده الكوع بالظبط. الكوع هيجي من هنا لهنا بالظبط، وهو تلقائي بيبدا يحرك الشخصيه على حسب ما انا بطلب منه. ده البلوجن يعني بالزبط. بتاع اللي هو بالظبط. اوكي. طيب ايه تاني غير البلوجنز؟ كمان ليا نصايح تانية للناس اللي بتشتغل فيديو اديتر، فيديو اديتنج يعني. انا بالنسبه لي بيجي لي فوتج مثلا تعدي 3-4 جيجا، وممكن توصل لل 5-6 جيجا، وممكن توصل لل 10-12 جيجا حسب الكفر اللي بكفره للايفنت دوت. سو انا بالنسبه لي بيبقى عندي ايرول وبيرول وسيرول، بيبقى عندي قدامي خيارات كتيره جدا من الشخصيات وعايز اطلع بيرول. ايرول ده اللي هو اول خط في مجموعه فيديوهات محطوطه جنب بعض، اللي هو فيديو بيسلم فيديو بيسلم. البيرول هي الحاجات اللي بتتحط عليه، سواء هي لور ثيرد بيكتب تحت اللي هو اسم الشخص، او 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 لو انا مثلا بتكلم وبقول انا في مره كنت نايم، فوانا نام الصوت بيبقى مكمل وحاطط عليه من فوق الصوره بتاعت. اوكي. السيرول هي دي اللي برده ممكن يبقى فيها شويه فيجوال افكتس او تفاصيل في اف اكس اكتر. كمل. بيجي لي فوتج مهوله، انا محتاج ادرس الفوتج دي كتير جدا قبل ما ابتدي اشتغل عليها. أوكي. وابتدي احط لنفسي الستوري بورد اللي انا ابتدي اشتغل عليه. يس. فانا لازم يكون عندي ريفرنس واضح وصريح للفيديو دوت، وبكون بشيرت مع الشخص اللي بينسق معايا، سواء هو الاكاونت مانجر او هو الكلاينت از ان انا فريلانسر. يس. فلازم ببتدي اتكلم على الريفرنس دوت، وان هو ده الريفرنس بتاعي في شغلي، وعلى اساسه ببتدي اشتغل. فدي نصيحه لكل الشباب اللي شغالين الفيديو اديتنج، انت لازم تدرس الفيديو كويس قوي قبل ما تشتغل عليه. اوعى تاخد او اوعى تدراج اند دروب كل حاجه موجوده
تقوم حاططها في البريمير او تقوم حاططها في واتيفر البروجرام اللي انت شغال عليه وتقول انا هبتدي بقى اشوف بقى ايه احسن كلمه من هنا واخدها احسن على كلمه من هنا والدنيا تمشي بالشكل ده. مش هتمشي. احمد مش ممكن يكون زي الحاج احمد. حلو السلوجان ده. طح. ماشي تمام. يعني اتفرج كويس بالظبط. لازم اتفرج كويس جدا 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 على الفوتج اللي معايا وابتدي اطلع منها الستوري بورد المناسب للكلاينت المناسب اللي انا شغال معاه. طيب اخر سؤال دايما بساله لضيوفي هو انت تنصحني بايه في وات ايفر الفيلد اللي انت شايفه؟ بس انا مهتم طبعا انك انت تبقى بتنصحني نصيحه. يا سلام لو في الفيلد بتاعنا. بس لو يعني في الفري النصيحه اللي انت عايزها انصحني من غير مجامله من غير اي حاجه. ما تقوليش لا يا عم مش عارف ايه. لا انصحني قول لي بجد نصيحه انت شايف ان هي ممكن فعلا تفرق معايا في الشغل بره الشغل اللي انت شايفه. اديني نصيحه. ان انا دايما شايف ان المستوى اللي انت بتقدمه في شغلك بشكل عام هو مش متوقف خالص على اسكندريه. انا حابب ان انت تطلع القاهره تطلع توتالي القاهره. ودي طبعا ناتجة عن اكسبيرينس. انا بقالي سنة ونص في القاهرة. طبعا الاكسبيرينس بتاعتي قليلة جدا بالنسبة للاكسبيرينس بتاعتك في حاجات كتير غير الموشن جرافيكس. بلس ان انا شايف ان وجودك في القاهرة هيفرق كتير جدا جدا اجتماعيا سيبك من نفسيا هتتدمر طبعا. ما فيش كلام يعني. لكن اجتماعيا وكل حاجة هتفرق معاك. الكونكشنز مختلفة جدا في القاهرة. انا عارف طبعا ان انت اوريدي بتطلع القاهرة وبتعمل شغل كتير هناك. بس انا اتمنى ان يكون في شركة. هي مش نصيحة يعني. انا اتمنى ان يكون في شركة قادرة انها تستوعب الخبرة اللي انت وصلت لها دلوقتي وتقدر ان هي تجوثرو ان هي تكون موجودة او ان انت تكون موجود معاها بشكل قوي جدا. عايز ان انت يكون مثلا ليك بيرسنت من الشركة دي. يعني مش عارف واتيفر الموضوع يوصل بينكو ازاي. بس لازم يكون ليك وجود في شركة. الشركة دي هتبقى انت شغال معاها از فول تايتل جوب او فول جوب تايتل معاهم. ان انت تكون موجود بشكل دائم وعلى الباك يارد بتاعتك هي اللي تكون شغلك البرايفت بتاعك. وان ده لا يكون غنى عنه خالص. ده لازم يكون موجود. زي ما انت دايما بتنصحني في ان انا لازم يكون ليا برايفت بيزنس وان انا لسه لحد دلوقتي ما دخلتش في اي برايفت بيزنس وان انا مسحول خالص في الشغل يعني. بس حابب انصحك النصيحة دي يعني. طب لو عايزك تنصحني نصيحة تانية كمان. لازم وانت بتشتغل على اي حاجة ريليتد بالصوت لازم تكون بتنوع في التوناليتي بتاعت صوتك بشكل معين. زي ما انا ما عملتش كده النهارده خالص. بس لازم تكون بتنوع في توناليتي الصوت بتاعك بشكل كبير نتيجه ان انت شغال بودكاست. فالبودكاست بيقعد مده طويله جدا. فعلشان الريتم بتاع البودكاست نفسه ما يقعش بيحصل بقى فعولات في بودكاست تانية بشكل مريب في الاصوات وكده. فهو ده اللي فعلا بيأثر جدا جدا بيزود كل حاجه. فانت لازم تبقى دايما تريندي في الموضوع دوت. تلعب بالتون اوف فويس بتاعك بشكل كبير جدا وفجاه تصرخ وفجاه تضحك وفجاه تعمل انت خلي بالك. فانت الحاجات دي كلها لازم تاخد بالك منها. دي النصيحه الاخيره اللي انا انصحها لك. سلامات. انا انبسطت جدا جدا ان انت جيت واخدت من وقت مراتك ومن وقت ابنك ان انت تيجي تقعد معايا في عدد الساعات يعني القليله اللي انت بتيجي فيها. 48 ساعه يعني. انا مبسوط ان انت اديتني يعني الوقت دوت. انا محظوظ ان انت جيت. عايز اشكرك فعلا على ده. وعايز اشكرك على انك انت من الناس المنافسين اللي بيسخنوني كل شوية ان ببقى بشوف انت بتعمل ايه وبحاول ان انا على قد ما اقدر ابقى بسخن اكتر واشوف ارساني عمل كذا. طب انا كمان هعمل كذا. وانت من الناس اللي انا هبقى امين وصريح معهم ان انا اقول لهم ان انا بنافسكو. مبسوط ان انت جيت. انت فين وانا فين يا حبيبي. لا ازاي. مبسوط ان انت بتعمل الشغل دوت وبتسخني على اني ابقى بشتغل بالطريقه دي. حابب قوي ان احنا نفضل نكمبيت مع بعض ونفضل مع بعض في نفس الاندستري. انا هسيب اللينكات بتاعتك يعني موجوده في الديسكريبشن بعد اذنك عشان الناس اللي بتخش تشوفك. كل الناس اللي اتفرجوا النهارده على الجوكاست بفكركم ان انتوا تبقوا بتعملوا ريت كويس على المنصات زي ابل بودكاست جوجل بودكاست انغامي وسبوتيفاي علشان ده هيساعد ان البودكاست نفسها توصل لاكبر عدد من الناس. الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك. طبعا لو انت عامل سبسكرايب هيبقى بيوصلك كل حاجه اول باول. لو انت دايس على النوتيفيكيشن بتن. لو انت مش دايس دوس علشان يبقى بيجيلك الابيسودز الجديده والبودكاستات الجديده. بفكركم برضو انه لو شاركتوا الحلقه
الحلقة دي مع صحابكم، الموضوع هيفرق جدا جدا معاهم وطبعا معانا. انا مبسوط ان انتم بتحضروا معانا البودكاستات دي وبتحضروا سيزون 2 من البودكاستات دي. انا جوزيف بتاع الفيديوهات، سلامات.